شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ربما هنالك عمل يبدو في نظرنا صغيرا ومتواضعا، واحد يقيم مأتما في بيته ويحضر في هذا المأتم عشرة أفراد، ربما يبدو شيئا متواضعا. واحد يلبس في يوم الأحد السواد لذكرى شهادة الإمام السجاد، ربما يبدو عملا متواضعا. واحد يشترك في مجلس من هذه المجالس، يصطحب أولاده وعائلته إلى مجلس من هذه المجالس، ربما يبدو عملا صغيرا. ولكن الشيء الذي يجب أن نلتفت إليه دائما أن كل شيء يتعلق بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، مهما كان صغيرا فهو كبير عند الله سبحانه وتعالى. ومهما رأينا في الروايات من المثوبات العظيمة الهائلة على هذه الأعمال التي تتعلق بأهل البيت، مهما رأيناها عظيمة وكبيرة، فلا ينبغي أن نستغرب منها. أهل البيت أعطوا كل شيء لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعطاهم في قبال ذلك كل شيء. فمهما رأينا في الروايات من المثوبات والدرجات فهي ليست بالعجيبة. هذه القضية ينقلها الفاضل الدربندي، وهو أحد كبار العلماء قبل حوالي 200 عام، ينقل أن رجلا، ويذكر في كتابه التفاصيل
أن رجلا رأى في عالم الرؤيا شخصا من ذوي القدرة وذوي النفوذ، وكانت لهذا الشخص بعض الهنات في حياته، كانت له بعض الذنوب، فرآه في هيئة حسنة وعليه تاج السلطنة وثياب السلطنة وهو في وضع حسن، فسأله: كيف بلغت هذه المرتبة وهذا المقام؟ فقال: في ليلة من الليالي استيقظت من المنام وكنت في حالة عطش شديد، فناديت الخدم حتى يأتوا لي بالماء، فلم يأتوا لي بالماء، ثم ناديت مرة ثانية، الظاهر كانوا نايمين، فلم يأتوا لي بالماء، فغضبت وقمت لأشرب الماء، وفي هذه اللحظات والعطش يفتت كبدي مرت في بالي هذه الخاطرة: وضع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وعطشه وهو في اللحظات الأخيرة من حياته، فلم أشرب الماء وأخذت أبكي لما تذكرته من مصابه إلى أن أغمي علي من شدة الألم. هذه الحالة قديما كثيرا ما كانت موجودة، أن بعض المؤمنين من شدة ألمهم ومن شدة تفاعلهم مع مصائب أهل البيت كان يغمى عليهم. الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول في الرواية المعتبرة: إن يوم الحسين أقرح جفوننا. العين من الأعضاء اللطيفة جدا في البدن. الإمام صلوات الله عليه يبكي ويبكي ويبكي حتى هذه العين تتقرح: إن يوم الحسين أقرح جفوننا. فيقول: أنا بكيت وبكيت وبكيت حتى أغمي علي. بعد أن توفيت الله سبحانه وتعالى حاسبني، ولقاء تلك اللحظات وذلك التذكر الله أعطاني هذا المقام. هنالك قضية ثانية أيضا يذكرها الفاضل الدربندي في كتابه في مكان آخر، يقول: أحد ذوي القدرة والنفوذ رؤي في عالم الرؤيا، أحد الثقات رآه في عالم الرؤيا، رأى صحن أمير المؤمنين، صحن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهنالك منبر من نور، الإمام جالس على هذا المنبر، وحوله مجموعة يبدو أنهم كانوا الملائكة، وجوههم تشبه البدور الطوالع،
فقال لهم الإمام: ائتوني بفلان. واحد أيضا كان من ذوي القدرة والنفوذ، فجاءوا به، فأخذ يعاتبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أنت ليش فعلت في حياتك هذا العمل؟ لماذا فعلت ذلك العمل؟ وهذا الرجل أخذته هيبة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهيبة الموقف، وأخذ يرتعش بين يدي أمير المؤمنين ارتعاش السعفة. يقول بعد ذلك قال للإمام بعد ما أنهى الإمام عتابه، قال له: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أتكلم كلاما موجزا؟ قال: نعم أذنت لك. فقال: يا أمير المؤمنين، كل ما تقوله صحيح، الأشياء التي ذكرتها كلها صحيحة، ولكن أنا عندي شيء واحد، وهذا الشيء أنني عملت لأجلك عملا، وهذا العمل أني ذهبت قبتك المباركة، قبة أمير المؤمنين، أحد الذين ذهبوها هذا الرجل الذي يذكر تفاصيل أحواله في الكتاب. فقال أمير المؤمنين لأولئك الرجال: صدق هذا الرجل، خذوه إلى المكان الذي أعد له لقاء هذا العمل. فأخذوه إلى جنة أعدت له لقاء هذا العمل. على كل حال، في هذه الأيام، في هذه الذكريات، يجب علينا أن نحاول أن نبذل كل ما نستطيع في سبيل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. في هذا الوقت المختصر نذكر شيئا مختصرا يتعلق بالإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام السجاد في حياته بعدان. البعد الأول بعد السيرة العملية، عبادته، زهده، أخلاقه، مواقفه. البعد الثاني بعد التراث الفكري. إحدى الأشياء التي ركز عليها الإمام السجاد، وهي إحدى الموضوعات المهمة، هو موضوع علاقة الإنسان بالإنسان. كيف يجب أن تكون علاقة الحاكم مع المحكوم؟ كيف يجب أن تكون علاقة المحكوم مع الحاكم؟ كيف يجب أن تكون علاقة الأب بأولاده؟ كيف ينبغي أن تكون علاقة الأولاد بأبيهم؟ كيف ينبغي أن تكون علاقة الرجل بزوجته؟ وكيف ينبغي أن تكون علاقة الزوجة
بزوجها. احنا لتتضح اجواء هذه الوثيقة، رسالة الحقوق، هذه الوثيقة الخالدة التي ورثها الإمام السجاد لكل الأجيال إلى يوم القيامة، نذكر شيء من الأجواء التي كانت محيطة بهذه الوثيقة، الأجواء العامة، الأجواء السياسية، الأجواء الاجتماعية، الأجواء العائلية. أن تلاحظوا هذه القضية، الإمام السجاد صلوات الله عليه في حياته عاصر 6 من الحكام. الأول معاوية ابن أبي سفيان، الثاني يزيد ابن معاوية، الثالث معاوية ابن يزيد الذي يقال له معاوية الأصغر، الرابع مروان ابن الحكم، الخامس عبد الملك ابن مروان، السادس الوليد ابن عبد الملك. هؤلاء 6 من الحكام الإمام السجاد صلوات الله عليه عاصرهم. انتوا استثنوا من هؤلاء الحكام معاوية الأصغر، معاوية ابن يزيد، استثنوا هذا. هذا كان استثناء في حكام بني أمية وفي حكام بني العباس وفي الحكام العثمانيين، استثناء عجيب كان، وذكروا في أحواله أنه كان مواليا لأهل البيت، تقلد الخلافة أو الحكم بعد أبو يزيد، بعد قتل يزيد تقلد معاوية الأصغر الحكم 40 يوم، ثم صعد فوق المنبر وألقى خطبة مفصلة في الناس، قال لهم: أيها الناس، إن جدي معاوية كان غاصبا لحق علي أمير المؤمنين، وإن أبي يزيد كان غاصبا لحق الحسين ابن علي، ذاك هو الخليفة، ذاك هو الحاكم، وإنني كنت غاصبا خلال هذه المدة 40 يوما لحق علي بن الحسين الإمام السجاد، وإني أعلن على المنبر تبرؤي، أعلن تبرؤه من أبيه يزيد ومن جده معاوية، وقال: هذا الحق حق الإمام السجاد، ونزل من المنبر واعتزل الخلافة. هذا معاوية الأصغر. والآن كما ينقل له قبر، معاوية ما إلى قبر إلا ذلك الخرب، تلك الخرب التي رأيناها والتي يستحي الناس أن يدل الأفراد عليها، هم الأمويون يستحون أن يدل الأفراد على قبر معاوية، لأن خرب إلى الآن في عاصمة ملك. ويزيد لا أعلم له قبرا، وقد سألت عن ذلك فلم يعرف له قبر في حدود ما أعلم، ولكن هذا الرجل معاوية الثاني له قبر، ونقل أنه يزار، ومكتوب على قبره: هذا قبر معاوية ابن يزيد محب أهل البيت.
هذا الرجل، انتوا استثنوا هذا ما علينا بي. ولكن جميع حكام بني أمية وجميع الحكام من بني العباس إلا لعله واحد منهم أو اثنين مثل المنتصر، وجميع الحكام العثمانيين، هؤلاء ما كانوا يعرفون للأمة أي حق من الحقوق، كانوا يعتبرون الناس عبيدا لهم. مسرف أخذ البيعة من أهل المدينة على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية، يبيعهم ويشتريهم. الوليد كان يقول: ونحن المالكون الناس طرا، عبيد لنا، نسومهم المذلة والنكالة. عبد الملك ابن مروان صعد فوق المنبر، ورأيت في بعض المصادر أنها أول خطبة كانت له، في بعض المصادر ذكروا أنها كلمة له، وفي بعض المصادر ذكروا أن هذه أول خطبة له للأمة، هاي أول خطبة يخطبها. قال: أيها الناس، لا يقول لي أحد بعد مقامي هذا اتق الله. إذا واحد يقول لي اتق الله إلا ضربت عنقه عصيانا للآية الكريمة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا واحد يقول لي خاف الله أنا أضرب عنقه، حق ما كان. هذا ليس فقط في بلاد الشرق، مو في ظل حكم بني أمية وبني العباس وبني عثمان، كل العالم كان هالشكل. بلاد الغرب اللي الآن يدعون حقوق الإنسان كانت أيضا غارقة في الظلمات باعتراف الغربيين أنفسهم. حاكم ما كان يعترف حق بوجود حق للأمة للشعب، حق ما لهم. هؤلاء عبيد، هؤلاء خدم. راجعوا تاريخ القرون الوسطى التي دونها الغربيون هم بأنفسهم. هذه كانت تمثل جانب من جوانب الأزمة السياسية التي حكمت العالم كله، وهنالك أزمة اجتماعية، أزمة اقتصادية. العرب الحاكم إذا فسد، إذا فسدت الحكومة فسد الشعب. العرب ما كانوا يعترفون بحق للعجم، ما لهم حق. هؤلاء طبقة الدنيا في المجتمع. حتى عندما كان الأعجمي يريد أن يتزوج من عربيا ما كان يقبل، كان يرفض، هذا أعجم. حتى كسرى أو واحد آخر من ملوك فارس خطب فتاة من العرب، قال: عار علينا هذا، للملك، ما أدري النعمان كان منو كان، ملك الفرس طلب بنته فما أعطى، قال: هذا عار علينا. حقوق ما كانت في ذلك، الموالي ما كان لهم حق. هذه أزمة سياسية، أزمة اجتماعية، أزمة عائلية خانقة، أزمة أخلاقية. في مثل هذا الجو، لاحظوا هذا الجو، يأتي الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه ويدون هذه الوثيقة العالمية الخالدة، رسالة الحقوق، اللي إلى هذا اليوم جميع دول العالم لم تصل إلى هذا الحد الذي وصلته رسالة الحقوق. حقيقة هذه الرسالة مفخرة لنا
نحن الموالين لأهل البيت، أنه إحنا عدنا قبل 1400 عام مثل هذه الرسالة، رسالة الحقوق، مذكورة في كتبنا ومشروحة. هذه الرسالة حق الشعب على الحاكم، الشعب لحق على الحاكم. انظروا ماذا يقول الإمام في هذه الرسالة: حق الزوج على الزوجة. هاي المشاكل العائلية اللي الآن إحنا دا نتخبط بيها، مو فقط إحنا، العالم دا يتخبط في المشاكل العائلية. الآن هنالك ضوضاء، ضجة في بلاد الغرب، تتصورون أن حياتهم العائلية سعيدة؟ إحنا حياتنا أسعد منهم بمقدار ما اقتربنا إلى تعاليم الدين، إحنا المتدينين. يطلبون صنع مأوى للنساء المضطهدات من قبل أزواجهم، أزواج يضطهدون زوجاتهم في بلاد الغرب، في بلاد الحرية المرأة ما إلها حقوق. في مقالة نشرتها بعض الصحف جديداً وأثارت ضجة في بلاد الغرب، عنوان هذه المقالة كيف، لاحظوا الفكر المادي إلى وين واصل، هاي الحضارة المادية التي يعجبنا بريقها، كيف تشبع زوجتك ضربا بدون أن تترك أي آثار على بدنها، حتى لا تشتكي عليك، حتى إذا اشتكت عليك ماكو أثر، أنا ما ضربتها. مقالة يعلم هذا المنهج، هذه الحياة العائلية، هذا نابع من الابتعاد عن هذه الحقوق. حتى هنا إحنا بمقدار ما ابتعدنا، هاي قبل أيام سمعت القضية من أكثر من مصدر، رجل على أثر نقطة ملاحظة مشكلة مع زوجته، رجل يذهب إلى المطبخ ويأخذ سكينا ويحميها على النار حتى تتحول إلى سكينة ملتهبة، ثم يأتي إلى البيت ويحرق وجه زوجته بهذه السكينة الحامية. هذا قبل أيام، قبل شهر أقل أكثر. حقيقة إذا كانت هذه الحقوق تراعى كانت تحدث هذه المشاكل. واحد اللي حياته الزوجية مضطربة، حياته الاجتماعية مضطربة، هذا يذوق طعم السعادة؟ حق الزوجة على الزوج من جملة الحقوق، وأن تكرمها إكرام، مو فقط حقوق، مو حق المسكن والمأكل والمشرب والشأن الاجتماعي، وأن تكرمها إكرام. إكرام مو معناته مأكل ومسكن، إكرام يعني تعظيم، يعني احترام، يعني تقدير. عجيب، لاحظوا هذه الرسالة: حتى تجدون في هذه الرسالة شيء إذا ما قاريها يمكن أن لا يخطر ببالنا، حق الفقير المستجدي عليك. هذا الفقير اللي يقعد على أبواب المساجد، الذي يطرق باب بيتك ويستجدي منك، هذا له حقوق عليك، المسؤول له حقوق على السائل. راجع. ومن جملة هذه الحقوق، لاحظوا الدقة، أنه إذا جاءك سائل أن تدعو له. شوف، هذا فقير، هذا محتاج، قل اللهم فرج عنه، هذا أخ لك في الدين، هذا واحد كان من الممكن أن تكون في مكانه،
الله تعالى لحكمة خلاك سائل مسؤول وخلاه سائل. كان من الممكن الله يخليك سائل وذاك هو المسؤول، هذا أخوك أدعو له دعاء من أعماق القلب. هذا واحد. إلى 50 حقا في هذه الرسالة وثيقة الحقوق. الإمام يقول في بداية هذه الرسالة: اعلم رحمك الله أن لله تعالى حقوقا عليك محيطة بك في كل حركة تحركتها أو سكنة سكنتها. هذه الوثيقة حقيقة إذا كان العالم يعمل بها لسعد في دنياه قبل آخرته. نختم كلامنا بالوصية الأخيرة للإمام السجاد وبالكلمة الأخيرة للإمام السجاد. أما الوصية الأخيرة، لاحظوا حتى في آخر اللحظات، لاحظوا الالتفات. هذه الرواية يرويها الإمام الباقر صلوات الله عليه، يقول: عندما حضرت أبي الوفاة، يعني الإمام السجاد، ضمني إلى صدره وقال: يا بني، لاحظوا أهمية هذه الوصية، أوصيك بما أوصاني أبي حين حضرته الوفاة. يعني منو؟ يعني الإمام الحسين صلوات الله عليه قبل وفاته، قبيل وفاته، يوصي الإمام السجاد بهذه الوصية، والإمام السجاد قبيل وفاته يوصي ولده الإمام الباقر بهذه الوصية. شنو هذه الوصية؟ قال له الإمام السجاد: يا بني، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. هذا الخادم الضعيف الفقير في البيت ما إلى مدافع، لا بيد قوة لا بيد سلطة، لا وراءه واحد ذو نفوذ، ما عنده. عندما تريد أن تظلم هذا الخادم تذكر الله سبحانه وتعالى. هو الإمام السجاد في سيرته العملية أيضا كان كذلك، مع خدمه، مع عبيده، مع زوجته، واحد يريد يظلم زوجته يتذكر الله تعالى، عندما يريد يظلم ولده، ولد صغير أخطأ خطأ من باب التشفي والانتقام. نقل لي أن أحد المتدينين، وهو في الواقع مو متدين في هذه الجهة، يعلق أطفاله في البيت إذا أخطأ، هذا تدين؟ هذا إيمان؟ إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. لأن هذا ما يروح يشتكي إلى الحاكم، إلى الوزير، إلى النائب، هذا يذهب إلى الله ويشتكي إلى الله. هذه الوصية الأخيرة للإمام السجاد صلوات الله عليه برواية الإمام الباقر. أما الكلمة الأخيرة هي التي يرويها الإمام الكاظم صلوات الله عليه، يقول: عندما حضرت السجاد الوفاة قرأ سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة، وسورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثم قال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ف
فنعم أجر العاملين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي